بكل تواضع يعني بكل احترام، يعني الراي المتواضع ديالي زعما حنا ما عندناش مدربين هنا باش عاد ان يبقى فينا الحال مشى لنا هذا او لا، كاين ما احسن منه اخرهم كاين الركراكي والله اعلم. نعطيك اخر ما كاين دابا حاليا بان لي انا الركراكي الزاكي اللي مشى لطنجة دازو كاينين تبارك الله اساتذه، نديرو حنا خدينا التجربه في ذوك القدام كاين ما احسن، اما باش يبقى فيا الحل كراي ديالي المتواضع هذاك السيد شامه في هذه الايامات يقدر يدير شي حاجه، حيت باقي يلا بادي يلا بادي، يعني بنادم اللي كيكون باقي يلا بادي تيبغي يعطي احسن ما عنده، يعني يقدر ينجح 200%، انا كنضمنها كمواطن مغربي. اما بالنسبه انه يبقى فينا الحال واش مشى خالي دازو دازو اكثر منه احسن منه، بالعكس والله حتى زواونا داروها، هذا قرار بعدا زواون داروه، ولكن تخاف انا فرحت ولكن تخاف ما يكملوش ديك الفرحه، مثلا يحيدوا خالي لوزيتش ويجيبوا شي ابراهيموفيتش، لا حيد خالي لوزيت جيب ديالنا هاد البلاد كاين فيه والله حتى كاين بالله. الراي ديالي المتواضع والله مع احتراماتي للمدربين كاملين تنعرفهم من الادريسي تسلا الى لامبورت كي، يعني فهمتي انا داك السيد كنثيق فيه لا هو لا المساكنين اللي معاه لا دراري كاين جروب باغي يخدم يلا يلا نطالق عد عد تبارك الله دازو في الفتح دازو في مولاي حسن كاين ما يدار كاين ما يدار فيهم عاطين والله. الجامعه السي القجع الله يوفقك هذا اللي نقول لك، هادشي الا كنتي خدام على ما تيبان وهذاك الشيء راه غادي هاد الساعه مزيان الله يوفق والله الحمد لله الحمد لله الامور تبدلات ماشي بحال اللي كانت تبدلات اصاحبي اشوف تبارك الله كيولي لنا شوف الكومبلكس كان هاد الايامات ديال الدوري ديال الدريات او احسن دوري داز انا شوف العالم العربي كامل صراحه الله العالم العربي ابار على افريقيا والله ما داز راه كيغيروا من انا البارح شفت برنامج والله الا باقى فيهم الغيره باقى النخسه ديالهم بلا ما نسمي شي سميات والله الا باقى النخسه ديالهم والله حتى غادي داك الشيء مزيان غير بنادم يصبر شويه الا كان تبارك الله في هاد الثلاث سنين هاد عامين غدا كتزيان يصبروا والله حتى غتزيان. هذا رأي ديال المتواضع والله ما كرهتك بالرب تجيب لنا المونديال السير الكراكي. بالنسبه لهذا القرار حنا كنا كنتظروه من شحال هادي، هو القرار اللي خدا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه اللي هو الفوزي القجع هو قرار مزيان، وبالنسبه حتى لهاد الشونجمون اللي غادي يدير هو شونجمون مزيان. بالنسبه للوليد الركراكي حنا كنعرفوه هو ولد المغرب وحنا كننتظروا باش يكون مدرب ديال المنتخب المغربي يكون مدرب مغربي. واش غادي نقول لك اخويا بالنسبه لهذا الشيء اللي كنشوفوا بالنسبه للدومين ديال الكره حنا كنتمنوا وليد الركراكي واللي كنتمنوا ليه الحظ الاكثر باش يكون هو المدرب اللي هو بالنسبه لينا حنايا الوحيد اللي كيبان لينا هو المدرب ديال المنتخب المغربي، هو اللي عطى وعطى بزاف وان شاء الله حتى مع المنتخب غادي يعطي، حيت ان شاء الله كاين عندنا حنايا منتخب قوي والدراري تا هما كيبغيو يلعبوا كيبغيو ينافسوا على القميص الوطني وحنا ديما تنكونوا من موراهم وحنا كنشجعوهم وديما كنقولوا ديما مغرب. بالنسبه للفوز القجع اش غادي نقول لك؟ نقول لك الله يعاونه والحمد لله. منين جا فوزي القجع شفنا تغييرات بزاف، لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه زعما الحمد لله خدمته غادة غادة تبارك الله اللي تنقول ديما الله يعاونه، وراه ديما فوزي القجع كما هو راجل راه ديما مع الرجال. هو مزيان هو يحيدو خالي لوزيتش فهمتيني ما عاطي والو ما بقى لي والو اصلا، هو باقي ليه عام ويموش فهمتيني عنده 64 عام خصو باقي ليه عام ويموش فهمتيني، وديك الخوطه اللي تيلعب بها ثلاثه اللور واربعه وثلاثه في الهجوم ما واكل والو كيلعب ثلاثه ضروري كيخلي الوسط خاوي فهمتيني، والركراكي احسن مدرب في هذا الوقت هذا. الركراكي هو اللي كاين في هذا الوقت هذا قادر عنده تجربه في لافريك وشحال من حاجه فهمتيني، وباقي جون فهمتيني كيتعاشر مع اللعاب صافي هادشي اللي كاين كيتفاهم مع اللعاب وكيجر اللعاب عنده فهمتيني كيكونوا عائله فهمتي. خلق شحال من هذا هو مع اللعاب شحال من لعاب مابقاش باغي يرجع دابا الزياش يرجع فهمتيني دابا فرحان
هذا القضاء الحمد لله الحمد لله ما يرجعوش، هذاك عنده مشكل مع الجميع. لا نقول الفوز القجع احسن قرار دار شي واحد صاحبي. خطوه مزيانه، كان خاصها دار شحال هذه، واخا كان شويه ديال كان روطار بزاف ماشي شويه، ومزيانه كنظن القرار جا في محله. لا لا ناشطين، ما خاصنا حتى شي خير، ناشطين هما هذوك. ما كنتمنى اخويا شي اجنبي يكون، شي اجنبي حار، فرده حاره تكون. وليد الركراكي كنظن غا وطنيين، ما يصلحش ليه المنتخب، لا صعيب عليه شويه. كنتمنى يكون شي واحد اجنبي شي فرده بحال رونار مزيان. فوزي قجع، فوزي قجع خدام عاجبنا. غا هو كان شويه ديال داكشي ديال التحكيم وداك العالم خصو يزيد يرجلو شويه، كاين شويه ديال التحيز. دير خدمتك اخويا، والله ولي التوفيق. بالنسبه لي واخا جا الركراكي للمنتخب المغربي، ما هو صراحه ما غنوصلش للفينال في كاس العالم، حيت غنواجه واحد المنتخبات اللي هي قويه بحال الارجنتين البرازيل. عندنا واحد النقص وغيبقى هذا النقص هذا، حيت كما كتشوف مقارنه مع 2018 كانوا عندنا لاعبين زعما اللي بواحد المستوى اللي واعر بزاف. اما دابا غير مع حنا كنواجهوا دابا فرق اللي افريقيه تنربحوهم بثلاثه جوج ويلا كنجيبوا معاهم التعادل، كنقول لكم كره عندنا واحد الفرقه اللي نقدروا نتاهلوا بها برا. وعلى سبيل المثال طحنا مع امريكا راه ضربتنا بثلاثه زيرو. اي حبي وهذيك ميريكان دابا وراه كاين فرق ما اكثر منا، راه مؤخرا الارجنتين لعبت واحد الماتش اميكال وشوف اللعابه تبارك الله عندهم كي داير، يعني فهمتي الركراكي يعطينا واحد الافونتاج ولكن ما غيوصلنا زعما للفينال ولا زعما فهمتي يقدر يدير بينا شي حاجه وغيجيب لعابه جداد، مي ما فهمتي ما نحلموش زعما نوصلوا بزاف. المهم غنتقصى بواحد الارضاء زعما ما غنتقصاوش بداك زعما في الاول ولا فهمتيني. هادشي اللي كاين اخويا الصراحه هي جات معطله حيت دابا قريب شهر 11 ما بقى والو، يعني باقي واحد شهرين ديال بريباراسيون ومزيان ملي داروها بعدا شهر 8 دابا باقي لهم شهر 9 شهر 10 نص ديال شهر 8 يقدروا يديروا شي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا الخير. لا بالنسبه لي انا ما مزيانش، حيت شويه قديم هو خصو يبقى ما يحيدوش الشيء اللي هادي في النظر ديالي. انت شفتي كيفاش الدري زوين بخير كيلعب مزيان بخير، المهم داك الشيء اللي قدر هو له دارو مصاحب معاه. لا صراحه كنشوفو غير في سميتو في الماتشات وصافي. لا لا خويا الله يحفظك. يعني دابا راه مشى بحالو، يعني هذا هو القرار ديال او ديرو كنردو احسن، زعما الدري زوين ماشي زعما صافي كاع نهائيا. هذا هو رايي. المهم يحاول يردو الا بغى، الا بغى هو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.